عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة خفيفة، يعني تاع تمتم، يعني وصفة خفيفة هي المحجوبة. كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش. هي مش محاجب، هي محجوبة، يعني هي كسرة وفيها الداخل تكتوكة. نبداو اول حاجة، نبداو بالتكتوكة تاعنا. نسحقو كيما راكم تشوفوا الخضرة، نسحقو البصل، نسحقو الطوماطيش والحار وزوج سنينات الثوم. هذا ما كان هنا عندي البصل هذاك الطويل، وهنا عندي حبة، خفت ما يكفينيش. على بالكم بلي البصل طويل خفيف، يعني قد ما طيبوه يولي شويه ما يكفيش. صافي كست معاه وبصله هكا الكبار. دوك نقطعهم، قطعهم دي تيدي، يعني ما ترابيوهش، باسكو كي ترابيوه يطلق الماء. والمحجوبه ما تحبش الماء، يعني تحب تكون ناشفه باش لاجينا تقدروا تلفزوها فاسيمو. صافي نقطع البصل هذا تاعنا، ما تشوفوا ديروا هكا هذا خفيف وبنين، ما بنين البنه تاعو بنين. هذا اللي يصلح للمحاجب والمحجوبه ويدوب تمتم، يعني سهل سهل في طيابه. يعني كما تشوفوا البنات، نقطعوا معكم نعاودوا نوريو البنات. كما راكم تشوفوا البنات، هاني قطعت البصل تاعي، شوفوا كيفاش قطعته. خليت حتى داك الخضر هذا اللي يطلق البنه، داك الطويل بنين الخضر ديالو هكذا، ونحطو على النار تي فو، يعني على نار قليله باش يدبالي لنا مليح. هكذا نخلو على النار كيما راكم تشوفوا. راني عبيت الطوماطيش تاعي ودرت له هنايا حبه حار، هذيك الحبه حار اللي كانت قطعتها ثاني دي بتي دي هكذا كما راكم تشوفوا، هكذا قطعتها الحار والثوم رابيتو مع هذا البصل، وراني خليتهم هنايا نغطي عليهم ونخليهم. صافي غير يبدا يدبال نديروا له الطوماطيش تاعنا، ما تزيدوا له ما ما تزيدوا له والو. ومن بعد نديروا له لي زيبيس ديالنا، واش نسحقوا يعني ملح فلفل كحل والعكري، هذا ما كان يعني باش من يعني هذا واش نسحقو في لافاخ في الطوماطيش تاعنا هذه. ودوك نروحو للعجينه، يعني علاه درتها مع الاول باسكو لازم تبرد، لازم تبرد قبل ما نحطها في العجين تاعنا، لازم تكون بارده عندنا. نبداو في العجين تاعنا. العجين تاعنا واش نسحقو، حطو الطوماطيش هنا بجي خلوه هنا. في العجين تاعنا واش نسحقو، نسحقو سميد، سميد رطوب وسميد متوسط، ونزيد له غير شويه فرينه باش يجينا باك خفيف شويه. سيو تخيروا الموين، هذاك الرطب شباب، يعني مش هذاك الموين هذاك الخشين تاع البراج تاع المقروط، يعني خيروا هذاك المتوسط. ماكو تشوفوا البنات، الكتكوكه تاعنا بدات تواسي، درت لها شويه زيت، بوشون تاع الزيت، دوك ندير لها الملح، شويه ملح مكترش بزاف، شويه باسكو حنديرو الفرماج، فلفل كحل، شويه ملح فلفل كحل، وشويه عكري. نحاولو نجنبو طوماطيش تاع الفايت باش ما يعطيناش هاديك الحموضه فروسيه بزاف. ندير شويه عليه هكذا غير يبدا يبان البصل، يبان البصل تاعنا. نحطو الطوماطيش تاعنا هذيك غابي، نرموها ونغلقو عليها ونخلوها بتي فو، ما تزيدوش كاع الماء، يطيب غير في الماء ديالو. ها ونروحو دوك للعجين. اش قلنا؟ قلنا كيلة سميد، هاو عندي هذا الرطب، هذا متوسط بصح يعني رقيق ماشي خشين، هذاك المتوسط الرقيق. درت كيلة دوك سا ديبو على حسب الكونتيتي اللي حديريها، ما حبيت جوج خبزات ثلاثة، هما باسكو يجو صغار الجيجينات يجو صغار، بصح كي تحليهم رقاق يعني يخرجوا لك الله يبارك. صافي كما ما ترغبيش السميد. هنا كيله هذا المتوسط، ونزيد له كيله واحد اخرى رطب هكذا، نزيد لها كيله رطب
هنا شوفوا خلطوهم هكذا، نزيد لهم غير نص كيله فرينه، نص كيله فرينه يعني شفتوا كيله موين كيله رطب ونص كيله فرينه، يعني باش يخرج لينا يخرج لي واحد ثلاث خبزات ولا اربعه ولا ما عرفتش ما يصدق منهم ولا ماشي غير لي برك. هنا كما تشوفوا هكذا هكذا خلطوهم قاعيتي، ما تنساوش عينكم على الكتوكة نخلطو كلش هنا. واش نديرو له هذا كي نخلطوه نديرو جهة بجهة، شوف انا خلطناه قاعيتي، دوك نديرو شويه ملح بجهة، نديرو نص مغرفه خميره برك باش يجينا خفيف برك، ما تكثروش بزاف الخميره على ماشي رخيص ولا هذا، باش يجينا برك خفيف، حنا كي تقطعيه يجيك خفيف ما يجيكش يابس يجرح ولا هكذا. نديرو نص مغرف، ها نص مغرف خميره هكذا، ونص مغرف سكر، ما مغرف سكر معليش ما نقدرش كيما تشوفوا الملح منا هكذا، نحاولوا من بعدك نخلطوهم كاع على هادشي هكذا، نشوفوا الزيت واش نديرو، الزيت هو ما يجيش مبسس بزاف كيما تاع الكسرة، كيما هنا واش درت على حسب الكيلة ندير نص كاس زيت، حبيتي ديري زيت زيتون حبيتي ديري زيت سانغو كل واحد واش عنده في الدار، انا ندير نص كاس زيت زيتون هكذا كما راكم تشوفوا نص كاس زيت الزيتون ونحاولوا نبسوه مليح تخلي كاع التبساس هذاك الزيت تاعنا هنا ذوقوا الملح ملح ملح باش متجيش مالحة مع تكتوكة هانتيا هكذا، نفيري في الطوماطيش تاعنا عندكم على الطوماطيش على البصل هذاك هنا باين شفت لنا دوك نرملو الطوماطيش باش يتشمخو باش نيفيتيو ما نديروش الما، نديرو الطوماطيش تاعنا ذوقو الملح معاكم، نقصوا شويه النار باش ما ينشف لكمش فاسيلمون تمتم، خلاص دوك انا كرمت الطوماطيش نقدر نقص شويه النار ونخليه يطيب هكذا، نكملوا مع العجين تاعي نجيب الماء ونبداو نشمخوا فيه البنات، شوفوا واش عندنا هنا الماء، راني نبدا نشمخ بشويه بسم الله، وبالا كل ما ما يليقش مشمر ما يجيش معجن بزاف يعني ما يجيش طري بزاف باش يعاونكم تقدروا ترفدوه، صوتوا لي ما يعرفوش يعني مبتدئات يخافوا كيفاش ترفديها، يعني كاين عفايس دوك خرجوا عفايس ترفديها فاسيلمون، يعني كاينهم يطيبون فوق البابي كويسون يعني دوك ما كاش اعذار كلش هكذا، نستعملوها ستار، نستعملوها العجينة تاعنا كيما تشوفو هكذا،
نزيد الماء عندي كيله، يعني كيله ماء اللي كيلت بها السميد والفرينه. ودوك نشوف اني درت هذا، ودوك نشوف وين راني لاحقه. نخلو كلش على هادي، نخلو الزوائد هكا. هذه تتعجن، حاولوا تعجنوها شويه باش تعطينا وتشباب، يعني ما تجيناش مشقق ولا يجينا شباب. انا فوق الاخر ما نعرفش نعجن، نحي الوسمه ديالي ونعجن في البلون دو طرافاي كيما كتشوفوا البنات، حطيتها هنا قدامي نعجن فيها شويه شويه. بانت لي شويه ناشفه، زيد لها شويه ما لانها ما تجيش يابسه كيما الكسره وما تجيش جاريه كيما المحاجر، يعني تجي في الوسط هكذا. شوفوا قطعوها ما تخافوش هكذا باش يدخل كاع الماء هذاك اللي زدناه يدخل فيها. هي كي تدبل لك شويه اللي تبان لكم اسكو تساعد ولا ما تساعدش. هاكا تشوفوا يعني ماشي بزاف، شويه شي حاجه يعني واحد قولوا ما با واحد 10 مينوت شي شطر بنا هذاك الماء برك. نزيد لها شوي بركي، يعني مازال ما تحصلت على عجينة ما نحبتها. تشوفوا البنات نضم فيها معاكم تشوفوا، لازم يولي وجهها يعني شباب. بصل تاعنا تانيك خلاص ماما مو قريب يطيب، لازم طفيلو يبرد شويه باش تقدري تعجني بيها، يعني تبدا يطيبي فيها. شوفوا وجهها، شوفوا البنات كيفاش تجي وجهها شباب. شوف دوكا انا نشوفوا كاع اسكو هكذا تحس هنا، ولا نزيدو لها شويه نورمالمون ما بقالهاش بزاف غير شويه هكا برك، لانها تعذبكم كون نديروها جاريه بزاف تعذبكم. نزيد لها شويه برك نورمالمون سي بون هكا خلاص. انا هكا ما نديرها هكا كيما راكم تشوفوا البنات، شوفوا شوف كيفاش خبط وهكا الاخر تاعها، يعني كي تعب زود تعبز هكا بصح من دون ما تلصق ولا تشوفوا هكا. نبداو نقطعوها نحطوها في الطرشون، يعني ما دلكتهاش بزاف قسم ما طميت هذاك الماء. والبصل تاعنا كيف كيف شوفوا البنات كيفاش راهو، شوفوا شوفوا كيما راكم تشوفوا هكذا. نخلوه باك يزيد ينشف لنا شويه ومعليش يجي في هذيك القرماشه، يعني ماشي كله طيبوه كاع زبده هكذا. شوفوا شوفوا مازال فيه غير شويه دوك ينشف لنا باك، نحو الغطاء نحو الغطاء تاعكم باش ينشف لنا
ونطفو له ونخلوه برا، نحطو في كاش بلاصه باش يبرد لنا يعني فيت فيت، سورتو لي راه مزيان وبا باش طيب كيما انا يعني الفطور. نبداو نقطعو، شوفوا شوفوا كيفاش بالكم هكا صغيره بصح لا لا هذيك كي تتحل رقيقه تتحل مليحه. ها هنا نسيو ناخذ نفس الحجم، نحاول يعني نكوي مزيانك نخليه يرتاح قسمه تبرد لنا بوك تكتوك. انا ما يحتاجش يرتاح على خاطرش فيه الخميره، ولا ارتاح صافي كي حيولي لنا رخصيص كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه هكذا راهي ديجا خبزه، ومازالت لنا العجينه يعني حتخرج لنا كونتيتي يعني مليحه. هنا انهم حديرهم مرقاق كيما مبتدئات ولا يديروهم صغار باش يتجنبوا يعني ما يعتبوهمش. نخرجوا لنا زوج ثلاثة أربعة أربعة خبزات يعني اللي درتهم شوية يجوا شوية كبار يعني ما يجوش صغارة، اللي يحبوهم صغار يخرج لهم أكثر. في هاد الحوايج بينكم يا ميزانكم البنات، هكذا راكم معايا البنات. نكمل نقرصهم ونخليهم ما بين التكتوكه تاعنا تبرد لنا، ونبداو نقرصو البنات ونطيبوهم. نبداو البنات نحلو العجينه كيما راكم تشوفوا. شوف هنا تجيش يعني تجي طريه بصح ما تجيش جاريه. نحلوها نحلوها رقيقه بشكل دائري، وكم خرجوا اشكال وانواع تاع اللي محجوبه راهم يديروهم مثلثات يعني باش يتجنبوا يعني ما تقسميهمش. نسيو معكم انا جاني درتهم مثلثات بصح نسيو معكم مدوره، نسيو مثلثات نشوفوا ما خرجتش مليح نديروها ماذا بينا. شوفوا حاولوا ديروها رقيقه تخافوهاش. ومن تحت كاين ناس تخافها كيفاش ترفدها، قلت لكم يعني كاين اللي يحبش يخاف يرفدها يديرها فوق البابي كويسون. شوفوا ها نرفدها فاسيمون، شوفوا الرق تاعها رقيقه يعني رقيقه رقيقه. ها هنا بسم الله قبل ما ديري تشكتوكه زيدي حلي الدوزيام باش يجيك تمتم، باسكو لا درتي تشكتوكه راح تطلعلك وما تقدريش ترفديها. من بعد نحلو قدامنا نحطو هادي هنا، وفي نفس الوقت كي شعلتي الفرن انا بالعاني درته لكم هنا لما فنطيب في الساحه يعني بصح اليوم طيبته هنايا باش باش تشوفوا معايا برك باش نقدر نصور لكم كيفاش طيب. تحبش المقاوية هكذا نزيد الدوزيام نحطوها نحطوها قدام خطها يتجوب تجيبهم حجم واحد كيما درت هنا وربي عالم دوك عينيا ميزاني بصح ما تعرفيش كيفاش تخرج لك، تخرج لك وحده كبيره على وحده يعني معليش كي تكون وحده صغيره على وحده، الكبيره حطيها من تحت والصغيره ديريها من الفوق باش تقدري تطبقي من تحت وتطرحي. هاي هذه جات شويه صغيره على الاخرى طاقه اخرى صغيره خليهم قدامك وشوفي الكبيره خليها من تحت والصغيره ديريها من الفوق. ها هي مزيان ثاني قدرتها رقيقه ها كما راكم تشوفوا. هكذا نبداو نحطوا التكتوكه تاعنا. ها هي درتها هنا في طبسي بالزيت برد خير، قلت لها شويه هريسه الحر هذا ماشي حر كاع اللي راهو يتباع تقدر لها شويه هريسه باش تجي شويه بنينه. هاد الصوالح محاجب ومحجوبه هاد دواهم كاع الحار، كاين اللي يحبوا بزاف تشوكه ما يحبش بزاف ما يديروش بزاف
هذيك ولادي ما يحبوهاش بزاف، بس كنديرها هكا كبر، نديرها لهم بالجبنه باش يقدروا ياكلوها لي. ماكلة تاع زمان. دوك الاضافات داخل واش ديروا، هذا راجع ليكم يعني، كل واحد يدير واش عنده في الدار، عنده فرماج بلون، عنده التون، عنده واش تزيدي لها اضافات تجي مليحه. هنا ما حبيتش نديرها بزاف، فما هنا ندير لها شويه فرماج بلون كيما راكم تشوفوا قدامكم. هنا جبت الفرماج بلون، جبت شويه شيباني كان عندي في الدار، ندير شويه البلون هنا، غادي نتاعي بدا يسخن. ندير لها شويه تاع الشيبه، ندير لها شويه باش يكفيكم مرتين، باش يكفيني الاخرين. اللي يحب يدير لها هذا الجبن كاري، نشوف لو ما فضلتش الشيطان نزيد لها الجبن كاري. نجيبو الدوزيام تاعنا هاهي، حطوها فوقها كيما راك تشوف، هذا ان شاء الله حيتبان لكم. حاولوا تزيروا عليها هكذا وتقلموها. شوف انا خرجت لي شويه، حاولوا ديروا الطوماطيش حطوها لداخل يعني ما ديروهاش في الطرف، انا نحب الطرف يكون مشمخين، باسكو جينيرالمون الطرف دايما يخلوهم يرموهم، علاه؟ باسكو ناشفين ما فيهم والو، هي حرام ياكلوهم يعني ما فيها والو كسرة. ديروا القلمة نورمالمون يبالكم كي نبدها بدالكم خير، باسكو دوكا معمرة كون بنيها. حاولوا تضغطوا عليها مليح، ايوا بسم الله بسم الله بسم الله. نحطوها في الطاسه نتاعنا، كما راكم تشوفوا البنات خدوها تاخد وجه يعني ما نقلبوهاش حتى تاخد من الوجه باش ما تلصقش. حبيتو تقبوها تقبوها شي خرشيطان، كما قلت لكم انا مرة نطيبها في برا الساحة يعني في طابونة، في طابونة تجيني كاع لوجه واحد. هكا في الكوزينه على بالكم بلي فوق لا بلاك يعني عوينه وحده. قلت لكم لي ديرها في البابي كويسون، يطيبها هكذا يرفدها بالبابي كويسون يحطها فوق الطاجين، طيب الله الله تجي هايله تانيك وما تعتبتش. حنا دوك نحبو نلعبوها زعما نعرفو، راكم تشوفو هاك شوفو كل شيء يتحرك معانا، خلوها طيب. ما تقولهاش النار باسكو هذا الطاجين ما يحبش النار قويه، صافي تخلوها طيب عقلها. وراكم معايا البنات كيما راكم تشوفوا البنات هاهي نقلبوها، شوفوا شوفوا خدات من الوجه هاهو شنو بالكم كيما راكم تشوفوا هنا. كما راكم تشوفوا البنات طابت الاولى نحيتها، دوكا حندير معكم هادو تاع المثلثات، حبيت نوريكم تشوفوا شوفوا اش درت لهم. هي خبزه تقسميها على زوج، يقعد عندك نص بنص، ديري لا فرص تاعك تشتوكه تاعك فرماج واش حديري من الاول، ومن بعد تقلبي هنا هكذا
هنا يجيك جو مورسو كيما راكو تشوفو. ها مو يبالكم منا هكذا، وتغرقوا في لي كوتي وتحطوا طيب عادي يعني كيما الاخرى هكذا. هكذا البنات شفتوا هكذا هكذا نديروها طيب. شوفوا البنات كيفاش طابت معايا الاولى، هاي هكذا تروح في الوسط، هذه الاولى اللي طابت، والاخرين هذوك الانفاص من بعدك نوريهم لكم. شوفوا البنات شوفوا شحال هكذا تشابه، تجي رقيقه يعني وتجي فيها القرمشه مقرمشه كيما كنتو تشوفوا البنات. شوفوا تاع المثلثات كيفاش جا، قلت لكم نوريها لكم، تجي رقيقه يعني كيما راكم تشوفوا، يعني مام هذه منيحه يعني باش تبيتي تقسميها هي كيف كيف لو غادي تقسميها. المهم في زوج جاو مناح، ان شاء الله يكونوا عجبوكم البنات، وتطبقوها وتعطوني رايكم فيها، وتابونيو عندي في لاباج وفي اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.